طبعا نيرفين بدنا نخصص مساحة للجمال، الفن التشكيلي بشكل خاص، وأكيد بدنا نروح للمركز الوطني للفنون البصرية وصالة الشعب للفنون اللي طبعا احتضنت معرض حصاد مغاير برعاية كل من وزارة الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين للفنان ناصر عبيد، أكيد المتواجد معنا هلأ بالاستوديو. بنقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا صباح فيك. الورد والياسمين، وشكرا لكم الأخبار يسر الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ من العنوان، حصاد مغاير على شو بيدل؟ الحصاد المغاير هو عبارة عن تجربة ضوئية أنا اشتغلت فيها من فترة طويلة. الاسم المقطع الأول هو حصاد، هو حصاد 10 سنوات الماضية عبارة عن مجموعة تجارب. أنا كان عندي خلال 10 سنوات الماضية حوالي 12 معرض فردي، المعرض الحالي رقمه 19. الحصاد هو نماذج من كل معرض، اخترت مجموعة وقدمتها بهذا المعرض. كلمة مغاير هو التصوير الضوئي المغاير، التصوير الضوئي المختلف. التصوير الضوئي متعارف عليه أنه له قواعد وله نظم، أنا حطمت هاي القواعد وحطمت هاي النظم وبنيت منظومة جديدة لفكرة التصوير الفوتوغراف. الفكرة الأولى الفوتوغراف هو كان توثيقي، أي الكاميرا عم تصور شيء موجود، حادثة تاريخية أو أوابد أو شخصية أو لحظة معينة. أنا لغيت هاي الفكرة التوثيق وحولتها إلى لوحة فنية تشكيلية بطريقتي بأسلوبي الخاص. الفكرة الثانية المختلف أنه التصوير الفوتوغرافي ممكن يكون متعدد النسخ، ممكن إحنا مثلا نشتغل منه أكثر من نسخة. صار في التصوير الفوتوغرافي بالنسبة إلي الحالة اللي إلي نسخة وحيدة غير قابلة للتكرار. كمان المنطلق الثالث اللي بالتصوير الضوئي يحتاج وهو ثبات الكاميرا أو ثبات اللقطة، نحن عم نصور شيء موجود غير قابل يعني غير قابل للتأويل. الوردة هي وردة، الأثار هي أثار. أنا الشغل اللي عندي هو عبارة عن تجليات، هو عبارة عن أرواح، هو عبارة عن رسم الكاميرا، وممكن كل واحد يفسر اللوحة تبعتي بطريقته الخاصة. خلينا نعطي مثال على هذا الموضوع. كتير حبيت فكرة التجديد والابتكار يلي بيحمله الفنان. طبعا كل فنان له بصمة مميزة بتختلف عن الثاني، فيها من روحه، فيها من نظرته للحياة، فيها من تجاربه يلي عاشها. خلينا نحكي عن تجربتك بالذات أستاذ، كيف توضحت من خلال اللوحات المختلفة، شو حبيت تركز أكثر شيء؟ أول شيء هو خليني أعتبر المشروع هو تحدي لنفسي أولا، ولأقدم شيء جديد، لأنه دائما نحن بنبحث عن جديد بس بشكل بحث جدي. الشغل اللي عم نشتغله هو بحث، بحث كامل، بحث طويل المدى. الفكرة بكل بساطة بكل لوحة فنية تشكيلية أنا مشتغلها في شيء عم حاول قدمه، في أسلوب يعني خلال المعرض. بما أنه حصاد لح تتفرجي وتشوفي أنه في عندي كل لوحة هي مفتاح لشيء آخر، هي باب بدي يفتحها لشيء آخر، باب لبحث آخر. فالأفكار ممكن تكون في بحوث هامة وفي بحوث أقل أهمية. الانطلاق القادم إن شاء الله حيكون باتجاه الأهم، يعني ممكن نختصر هاي التجارب إلى تجربة أو تجربتين وامشي فيها وابني على شغلي. الفكرة بكل بساطة هو اعتماد على تقنيات الكاميرا، اعتماد بعض الأحيان على تقنيات الكمبيوتر، في لمسة فنية أنا عم ضيفة على اللوحة يدوية. أول شيء مشان نصير نسخة وحيدة، ثاني شيء مشان نضيف من روحي أو من روح الإنسان شيء على اللوحة يعني تتوائم اللمسة الفنية اليدوية مع اللمسة تبعت الكاميرا اللي هي لمسة ميكانيكية آلية. قديش حلو عم نحكي نحن عن موضوع بحوث فنية وعم نحكي عن ابتكار ولمسات جديدة عم بتكون. خلينا نحكي عن أبرز البحوث الفنية اللي قمت فيها حضرتك. هلا بالنسبة لي كمان تجسدت ضمن حصاد مغاير. بالنسبة لي كان عندي شيء مهم جدا جدا أنه أنا حصلت على الماجستير بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة الداخلية السنة الماضية، فيعني شخص بعمري اللي يكمل بهذا الموضوع وإن شاء الله رح كمل. الفكرة بكل بساطة أنت لما بدك تشتغلي شيء بدك تحترمي نفسك والعمل اللي عم تشتغلي فيه والمتلقي. أنا ما فيني أشتغل بشغل زعبرة أو بشغل خلينا نحكي بطريقة تانية أنه غير متقن، خلينا غير متقن أو بس أنه طرش ألوان على اللوحة عشوائي نوعا ما، عشوائي مبني على الصدفة، مبني على ما بدي أسميه يعني على مبدأ نفاق، خلينا نقول على مبدأ عدم صدقية أو عدم جدية. كل لوحة أنا كل أسلوب أنا اشتغلت فيه حاولت أني أقدم شيء جميل وقدم شيء تناقش فيه الموضوع،
يعني نقدر ان اي واحد وقف امام لوحتي تناقش انا وياه ونشوف العمل كيف انشغل. واخر شيء الكاميرا لوحدها ما رح تشتغل وريشة الفنان ما رح تشتغل. انا حاولت اني ارسم بالكاميرا او التصوير او التشكيل بالضوء او الرسم بالعدسه. بكل بساطه الكاميرا لوحدها ما رح تشتغل والفرشاي او الازميل تبع النحات لوحده ما رح يشتغلوا. بنرجع بنقول في عنا عين بتشوف، عنا عقل بيحلل، يمتلك من الثقافة ما يكفي، عنا يد بتنفذ تمتلك من الخبرة ما يكفي، عنا آخر شيء الأداة. آخر شيء أنا عندي منتج موجود، منتج موجود هو عبارة عن لوحة تشكيلية معلقة على الجدار. آخر شيء أنا هون وضعي. الطرق اللي استخدمتها هي طرق فعلا متعبة وفيها بحث. أكيد اليوم أستاذ يمكن نظرة الناس بتختلف للفن بشكل عام. البعض بيقول انه هو الفن يمكن مساحة للتعبير عن الواقع يمكن وعكس الواقع، البعض الاخر بيقول لا لحتى نرتقي بهذا الواقع كيف نحن بنحب يكون. برأيك الشخصي يعني كفنان حضرتك اليوم الفن هل هو أداة لتغيير هذا الواقع كلما نطمح ونحلم نحلم مثل ما بنقول، او لا فينا نعكس الواقع بسوداويته او حتى بالنقاط البيضاء والإيجابية الموجودة فيه؟ على مدى التاريخ منذ الإنسان الأول بالمغر اللي كان يرسم بالرسوم البدائية كانت كل لوحة تحمل رسالة. إجت الحضارات بعديها كمان العمل الفني كان حامل أو رافع للحضارات اللي انوجدت. معظم الحضارات ما ظل منها غير فنونها من أولها لآخرة. نحن يفترض الاهتمام بالفن وجدية الفن ويكون عنا يعني فكرة زيارة المعارض، فكرة الاهتمام بالفنان التشكيلي، تطوير المراسم، تطوير الفنان، لأنه فعلا نحن محتاجين لهذا الجمال. أنا دائما بمعارضي بقول أنا معارضي هي عبارة عن شمعة ضمن ظلام، أو أنا عم حارب الظلام بهي، عم حارب الرماديات اللي شفناها بالفترة ضمن الأزمة اللي نحن عشنا فيها والإرهاب. أنا الألوان اللي عم حطها هي عبارة عن رسالة لمساحة فرح، لابتسامة، بغض النظر شو اللوحة نفسها. أنا بهمني وجود المعرض، وبحيي كل فنان بهذا الزمن قادر أنه يقعد وراء لوحته ويقدر بهذا الزمن يستخدم فرشاته وحط مجموعة ألوان على لوحة. وفعلاً المعارض الفنية هي بتنشر نوع من البسمة، بتنشر نوع من الفرح، تحمل رسالة حضارية. والفنان التشكيلي على مدى التاريخ، على مدى التاريخ سمعت بفنان تشكيلي مجرم أو قاتل؟ أكيد ولا رح نسمع. أكيد دائما هي رسالة الفن هي رسالة محبة وسلام. تمام. عم نستعرض خلال حديثنا معك لوحات من المعرض وأجواء المعرض. خلينا نرجع شوي لحصاد مغاير، ضم تقريبا 55 لوحة. دائما الفنان بكل لوحة في رسالة بيحب يوصلها. خلينا نحكي عن لوحة أو لوحتين هنم بيعنوا لك كتير وإلهم قصة مميزة. لا هلا أحكي أنا مور عن لوحة، أحكي عن مجموعة. تفضل. ما لح طول بالمجموعة التجارب لأنه طويل شوي. الفكرة بلشت أنه استخدام الكاميرا بتصوير الضوء أو بتصوير نقطة المي وكذا، وهذا أنا يعني اشتغلت عليه وثبتته بمجموعة معارض. برجع بقول أنا حاولت ارتقي بفن التصوير الضوئي إلى مصافي الفن التشكيلي يكون جنبا إلى جنب مع التصوير. الشغل اللي أنا عم اشتغله هو فعلا رسم بالكاميرا، رسم بالكاميرا، يعني كأني أنا عم استخدم الكاميرا مثل الفرشات. الفكرة الهامة أنه قدرت، والفضل من الله الحمد لله، أنه قدرت أنه صور أفكاري. يعني معظم اللوحات هي عبارة عن مجموعة من الأفكار أنا تخيلتها وصورت، بدل ما صور العدسة من العدسة إلى الأمام أنا صورت من العدسة إلى الخلف وصورت بعض الأفكار لي. التجربة الثانية أنا ضفت لون على لوحتي، ضفت لون بشكل يدوي لمنح نوع من الحياة، ويعني وجوده لما وجود اللون او وجود اللمسه الانسانيه على اللوحه الميكانيكيه هذا التناقض عم بيحقق لك نموذج انه في عندك لوحه مفرده غير قابله للتكرار. اللي كان بيعاني التصوير الضوئي من التكرار الممل انه ممكن تطبعي من الصوره 20,000 و50,000 و100,000 الى ما لا نهايه. لوحتي انا هي عباره عن لوحه ضوئيه مفرده لا غير قابله للتكرار لانه ضاف عليها واحد لمسه انسانيه. تجربة تانية اشتغلت فيها انه انا اشتغلت مجموعة من اللوحات الشغل الي وفي حدا من الفنانين التشكيليين اصدق اضاف الها شيء بسيط، يعني فكان عم عمل مشترك عم بيوقعوا عليه فنانين اثنين، وتجربة جديدة يعني ضمن المعطيات الموجودة. ففي مجموعة اعمال هي موجودة هون، الرسم الاساسية او اللوحة الاساسية الي في حدا من الشباب من الاصدقاء اضاف الى
شيء جميل وموجودة كمان يمكن قريبة من اللوحات هذول إذا نعم. الإضافة الثالثة أنه أنا صار في عندي أحد اللوحات اللي بحبها اللي أخذ صدر الصالة، هي عبارة عن معركة أو هي عبارة عن حوار قاسي ما بين ميكانيكية الكاميرا واللمس الإنسانية. اللوحة الأساسية هي لوحة تصوير فوتوغراف ميكانيكية بواسطة الكاميرا أو مشغولة لها كمان بواسطة الكمبيوتر، أنا أضفت عليها جهد، أضفت عليها لون، أضفت عليها شغل، زدت رمزية بعض المواضيع اللي فيها، وبالنتيجة أنا شخصياً ما عاد أعرف وين الكمبيوتر اشتغل وين أنا اشتغلت، يعني صار في تمازج جميل جداً ومرعب. قد يكون هذا الخط اللي أنا بطمح عليه أني أكمل فيه. كتير حلو. عم نشوف يمكن كل لوحة بتحمل طابع بيختلف تماماً عن اللوحة الثانية، هون التميز يمكن قدرت حضرتك أستاذ يمكن تجمع بين الطقوس المختلفة، يمكن المزاج المختلف، يمكن الحالة النفسية، الألوان ممكن النارية ممكن الألوان الهادئة ببعض الأوقات. خبرنا عن هذا الموضوع، قديه احتجت وقت يمكن وأفكار رح تنطلع كل لوحة هي حالة وقصة متفردة عن الثانية. صح، أول شيء أنا ما فيني أنكر أنه كل إنسان أو كل فنان تشكيلي هو ابن بيئته، واحد أكيد. اثنين، كل فنان له نظرته الخاصة لأي موضوع. ممكن أنت مثلا بعض اللوحات تستغرب أنه هي مثلا عن عبارة عن نقطة مي مساحتها سنتي بسنتي، أنا قدرت أعمل منها لوحة تشكيلية قياسها متر ونص بمتر ونص. الفكرة الأساسية اللي أنت عم تحكي فيها، كل حالة إلى حالتها. أول شيء أنا برجع بقول إنه هذا حصاد هو عبارة عن تجربة عشر سنوات فقط، من 2010 2020، قبل بسنة بعد بسنة ما عندي مشكلة بكل بساطة، فهي طويلة المدى. فبخلال هالفترة الطويلة في تطورات شخصية، في تطورات بالتكنيك، في تطور بالمواضيع العامة اللي نحن عم نشوفها. برجع بقول أنا رغم كل هذا الشغل ورغم أن هذا المعرض رقم 19 بالنسبة لي، أنا بعتبر حالي بالفوتوغراف ما زلت هاوي. ما شاء الله عليك أستاذ. تسلم. إن شاء الله بل المعرض 50% رح نكفي مع حضرتك بعد حصاد مغاير. حكينا عن الأبحاث الفنية، خلينا نحكي عن الجديد يلي عم تحضره. كل تجربة نعملها وبتلقى نجاح معين بترسم أفق لتجارب تانية، خلينا نحكي للمستقبل مع حضرتك. بصراحة أنا هذا المعرض اشتغلت فيه على مبدأ أني أنا بدي أسمع، يعني أنا حاب أسمع رأي الجمهور أنه وين ممكن يلاقي ناصر عبيد، يعني شو بيميز ناصر عبيد بلوحاته، يا ترى بهذا الطريق أو بهذا الطريق أو بهذا الطريق. أنا عندي مشروع ومشروع قوي وعم بدرسه، بيعتمد على الأرواح الإنسانية وعلى الجسد الإنساني، لكن كمان بده تحضير شوي وبده المكان اللي يعرض فيه، لأنه يعني ممكن يكون شوي جريء، ممكن يكون شوي اختصاصي أو محدد لا ما بدي أقول لفئة معينة أو لا طبقة معينة، بس ممكن يكونوا التصوير الفوتوغرافي العادي له جمهوره، تصوير اللي أو المغاير له جمهوره، لكن هذاك يمكن يكون جمهوره كتير مخصص لأنه لح تدخلي بعمق الروح البشرية، بعمق الإنسان. الموضوع الأساسي هو تبع هو الإنسان بجميع حالاته، بكل حالاته، حتى يعني ممكن يكون مثلا بتخيلي حتى بالفراق بالموت، يعني رح يكون في عنا كتير تعب، وعم حضر له بشكل جدي، لأنه أنا بحاول أني أقدم طريقة أن يكون كل معرض ولو شوي أهمية أكثر من اللي قبله، مشان ما أرجع أكرر نفسي أو أرجع أقول ما عنده غير هالأسلوب وخلص، لحضرني إبحاث، وطالما أنا عايش لحضرني أتعلم وإبحاث. كثير حلو، هذا أهم شيء بالحياة، نحن ما نوقف بالمكان اللي نحن موجودين فيه، بالعكس نستمر ونكمل. اليوم آراء الناس سواء من اختصاصيين أو حتى فنيين أو حتى هواة للفن كيف كانت؟ سررت أنا بالحديث، يعني إجاني أكثر من ملاحظة. أول ملاحظة من صديق غالي دكتور بالجامعة، أعطاني أنه كل لوحة من عندك هي عبارة عن مفتاح. أخذت أنا الفكرة هي واعتبرت أنه أنا فعلا كل لوحة عندي هي مفتاح، لقيت أنا عندي كوشة مفاتيح كثيرة ما فيني أحملها، فأنا صرت أسمع للناس وين أعجبوا أو بشو أعجبوا، وصرت خفف مفاتيح اللي ما عم بحتاجها،
بصير شيل المفاتيح، ضل عندي مفتاحين أو ثلاث مفاتيح، هدول اللي رح ممكن أنا أشتغل فيهم على المستقبل وكمل فيهم. وسعدت أنه أنا المعرض كان كمي ونوعي، يعني أنا إجاني عدد جيد جدا من الزوار، ونوعيتهم اختصاصاتهم كمان لطيفة وجميلة بتسمعي منهم، وأنا هذا اللي بدي إياه. وسمعت من أكثر من ملاحظة بهموني وبهم أني تابع يعني أستفيد من هاي الملاحظات. دائما بحالة المعارض والفن حلو اللقاء اللي بيكون بين الأجيال إذا بدنا نقول. خلينا نحكي اليوم عن زوار فئة الشباب اللي كانت، النقاشات اللي كانت عم تكون حضرتك بتجمع بين الأكاديمية والمهنية. أنا درست 5 سنوات بجامعة دمشق ضمن اختصاصي، وأنا عندي صالة خاصة فيني اسمه منتدى الفن الأرت فورم، موجودة بالسويدة. أنا هي عبارة عن مساحة فرح بستضيف فيها معارض متنوعة، أهم معارض فيها هي معارض الشباب، إن كانت معارض فردية أو معارض دورية، كل سنة أنا بعمل معرض للمواهب وللشباب، أو في عندي أنا كل سنة بصير عندي في شيء اسمه رسالة محبة بالتعاون مع مرسم أستاذ عدنان حميدي، اللي طلاب من دمشق بيطلعوا لعندي بيستضيفهم يوم أو اثنين أو ثلاثة. نقل الخبرة مهم جدا جدا. أنا واحد من الأشخاص أتمنى أن أموت فارغا، يعني أنا متمني كل شيء عندي خبرة سلمه لجيل الماضي، ما عندي استعداد خبي سر المصلحة تبعيتي ويروح معي على الآخر، لا، أنا أتمنى أن أموت فارغا. لذلك أنا حاولت برسالة الماجستير تكون هي عبارة عن رسالة يستفيد منها الطلاب الجداد، أو ما حكيت إلا بشيء مفيد أو شيء موجود. ونفس الشيء بالنسبة للفوتوغراف، بالنسبة للفن، بتمنى من الشباب يتعبوا شوي ولا يعتبروا أن الفن هو عبارة عن صدفة، لا، الفن دراسي وفن علم وفن رياضيات، والفن بده بحث وبده ثقافة. ما معقول تطلع على أي محطة تلفزيونية وما تقدر تجاوبي ضمن اختصاصك. الصدفة لا تلعب دور بالفن التشكيلي، ممكن تطلع معك لوحة أو لوحتين جميلين بالصدفة، لكن الفنان متمكن كل لوحاته جميلة. أكيد كل الشكر لك أستاذ، وموفق بمشاريعك. شكرا لكم، يسعد صباحكم. صباح الخير. فنان التشكيلي ناصر عبيد، شكرا كتير لك والعمر الطويل. تسلم، الله يخليك، يسعد صباحكم. شكرا لكم، صباحك يا رب.